تقدر تقاوم كل الاغراض الدفينه اللي بتحاول من غير ما يزعلوا مني النيل من الفريق. قبل ما نطلع في 30 ثانيه 40 يا جماعه انا ملاحظ نغمه. احنا العنصر الوحيد اللي بيحب ملوش غرض. انتوا مين؟ الجمهور المثقف، الجمهور العام، الجمهور الغني، الجمهور الفقير، الجمهور اللي قاعد في البيوت، الجمهور كلمه مطاطه. ولكن انا عايز اقول بقى، عايز اقول انا بقى كلمه هتحمل مسؤوليتها، ارجوكوا تقبلوها مني. مفيش حد من اول رئيس النادي واي رمز من الرموز الكبيره لاصغر واحد في النادي، من اصغر واحد في جماهير الاهلي لاكبر واحد في جماهير الاهلي، محدش له فضل عن النادي الاهلي، وانما كلنا بنستمتع بالانتماء لهذا النادي. كلنا كلنا من يعمل فيه ومن يشجعه من الخارج، لان اللي بيشجعه من بره ما كانش هيشجعه الا اذا كان بيحقق له فخر ومتعه. المهندس عادل سخن وجاء في كلام كتير جدا.